أسعد الله أوقاتكم أحبائي. درسنا لليوم من دروس العربية لغتي، وسيشارك معنا في درسنا لليوم التلاميذ. تفضلي. تعالى وهبة. نعم. سعيد، بيسار حال، رضا محفوظ. أهلا بكم صغاري. الآن من يتذكر درس القراءة الذي مر معنا سابقا؟ نعم يا أنزور. هيا نلعب. هيا نلعب، درسنا للقراءة هيا نلعب. هل تحبون اللعب؟ نعم. طبعا جميعنا نحب اللعب. ماذا تحبي أن تلعبي يا تالا؟ كرة القدم. كرة القدم، نعم. أنزور، ماذا تحب أن تلعب؟ كرة اليد، جيد جدا. كرة السلة. كرة السلة. رضا، ماذا تحب أن تلعب؟ كرة القدم. كرة القدم، تتابعون كرة القدم؟ نعم. لنتابع الآن مقطعا عن كرة القدم. جول جول فيها جول، جول لسوريا جول. جول جول فيها جول، جول لسوريا جول. نبدأ القصة من الأساس، منتخبنا رفع الراس. نبدأ القصة من الأساس، منتخبنا رفع الراس. اسمن صار على كل لسان، كل واحد فيه الكماس. تابعنا المقطع، من الذي سجل هدف في هذا المقطع؟ رضا، من الذي سجل هدفاً؟ سوريا. سوريا، نقول المنتخب السوري. تعالى، من الذي سجل هدفاً؟ سجل هدفاً المنتخب السوري. سجل هدفاً المنتخب السوري. كيف كانت فرحة الجمهور عندما سجل هدف؟ نعم، كانت فرحة الجمهور كبيرة. كانت فرحة الجمهور كبيرة. أنزور، كيف كانت فرحة الجمهور؟ كانت فرحة الجمهور كبيرة. تعالى. كانت فرحة الجمهور كبيرة. لماذا فرحنا؟ أنتم هل فرحتم؟ لا. لماذا فرحنا عندما سجل المنتخب السوري الهدف؟ لماذا فرحنا؟ نعم تالا. لأن المنتخب السوري هو بلدنا. لأن المنتخب السوري يمثل بلدنا، بلدنا سوريا، وسوريا هي بلدنا الحبيبة. نفرح لفرحها ونحزن لحزنها. الآن كيف تبادل الكرة؟ تبادل اللاعبون الكرة بذكاء. تبادل الكرة بذكاء. تبادل اللاعبون الكرة بذكاء. نعم، انتبه إلى كلمة تبادل. 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 الصوت الذي أرفع صوتي عنده. بيسان. الدغل. صوت د. صوت د. 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 ما الصوت الذي أرفع صوتي عنده؟ د. 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 انتبه إلى صوت د. أين جاء صوت د في كلمة تبادل؟ بيسان. منفصل. أين جاء؟ الكلمة. بوسط الكلمة. كيف جاء يا بيسان؟ كيف جاء، متصلا أم منفصلا؟ منفصلا. منفصلا. رضا، انتبه إلى كلمة تبادل. أين جاء صوت د في كلمة تبادل؟ أين جاء؟ بوسط الكلمة. بوسط الكلمة، متصلا أم منفصل؟ منفصلا. منفصلا. أنظر، أين جاء الحرف الملون وصوت د في كلمة تبادل؟ بوسط الكلمة. بوسط الكلمة. وكيف جاء، متصلا أم منفصلا؟ منفصلا. منفصلا. تالا، انتبهي لتالا للكلمة. كيف أين جاء د في كلمة تبادل؟ في وسط الكلمة. بوسط الكلمة، متصلا أم منفصلا؟ منفصلا. منفصلا. يأتي منفصلا. الآن هذا الحرف صوت د، د سوف نسميه، لكل منا اسم. سنسمي هذا الحرف بحرف الدال. ماذا سنسمي الحرف؟ حرف الدال. حرف الدال. إذا ما هو حرفنا الجديد لليوم؟ حرف الدال. حرف الدال. رضا، ما هو الحرف الجديد لليوم؟ حرف الجديد لليوم حرف الدال. أحسنت، حرف الدال. انتبهوا إلى الصورة الثانية. ما هذه؟ ما هذه يا أنزور؟ قدم. 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 بإسان، اقرأ الكلمة. قدم. 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 تعال اقرأ الكلمة. قدم. قدم. انتبهوا للكلمة قدم. أين جاء الدال في كلمة قدم يا تعالى؟ في وسط الكلمة. بوسط الكلمة. أين جاء بوسط الكلمة؟ أين جاء الدال يا تعالى؟
في وسط في وسط الكلمة. أنظر أين جاء الدال؟ في وسط الكلمة. بيسان أين جاء الدال؟ في وسط الكلمة. رضا أين جاء الدال في كلمة قدم؟ في وسط الكلمة. يا رضا متصلا أم منفصلا؟ متصلا. متصلا له يد. انتبهوا للدال في كلمة قدم، له يد. مثلوا، دال له يد يمسك بحرف الذي قبله. امسكوا الحرف مثلا. نعم متصلا، يكون الحرف متصلا عندما يتصل بالحرف الذي قبله او بعد. حرف الدال بمن اتصل؟ بالحرف الذي قبله ام بالحرف الذي بعده؟ بمن اتصل الدال؟ قبله. بالحرف الذي قبله. فالدال لا يتصل صغاري الا بالحرف الذي قبله. انتبه. اذا انظر أين جاء الدال في كلمة قدم؟ في وسط الكلمة. وكيف جاء يا أنزور؟ متصلاً أم منفصلاً؟ متصلاً. متصلاً. إذن كم شكل للدال؟ تالا اثنان. للدال شكلان. للدال شكلان. كم شكل للدال يا؟ شكلان. أحسنت يا أنزور. كم شكل للدال يا بيسا؟ شكلان. رضا؟ شكلان. شكلان لحرف الدال، منفصل ومتصل. الآن لحرف الدال، أخ توأم. أخ توأم، كيف يكون التوأم؟ كيف يكون التوأم يا رضا؟ متشابهان. يكون التوأم متشابهان، ولكن يتميز أخ عن الآخر. ولحرف الدال أخ توأم، سنتعرف عليه الآن، ولكن هذا الأخ يتميز عنه بشيء. انظروا إلى الصورة. ما هذه؟ بيسان ما هذه؟ ذراع. 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 ما هذه يا أنظر؟ ذراع. تالا. ذراع. رضا ما هذه؟ هذه ذراع. ذراع. انتبه لكلمة ذراع، أين جاء صوت ذ؟ ذ في كلمة ذراع أين جاء؟ نعم يا أنظر، بأول الكلمة. أم وسط الكلمة أم آخرها؟ بأول الكلمة. وكيف جاء؟ متصلا أم منفصلا؟ منفصلا. منفصلا. بيسان انتبهي للكلمة، كي أين جاء ذا؟ ذا في كلمة ذراع؟ بأولها. بأول الكلمة. متصلا أم منفصلا؟ منفصلا. منفصلا. رضا اقرأي الكلمة يا رضا. ذراع. ذراع. ذ ذراع. أين جاء صوت ذ في كلمة ذراع؟ في أول كلمة. متصل. كيف جاء؟ متصلا أم منفصلا؟ منفصلا. تالا اقرأي الكلمة يا تالا. ذراع. ذراع. أين جاء صوت ذ في كلمة ذراع؟ في أول الكلمة. متصلا أم منفصلا؟ منفصلا. منفصلا. إذن ذ ذ جاء في أول الكلمة منفصلا. ما رأيكم أن نسمي هذا الحرف الجديد بحرف الذال؟ هل أعجبكم الاسم؟ نعم. إذن اسمه حرف الذال. طب هل اكتشفتم بماذا يتميز حرف الذال الجديد عن الحرف أخيه التوأم؟ أنظر. الذال في عليه نقطة، أما الدال لا. الذال فوقه يوجد نقطة. بيسان ما الفرق بين الدال والذال؟ الذال فوق نقطة. نقطة. أما الدال؟ لا شيء. لا شيء. رضا هل لاحظت الفرق بين الدال والذال؟ نعم. ما هو الفرق؟ الفرق هو الذال فوقه نقطة، أما الدال؟ الدال لا يوجد عليه شيئا. نعم تعالى، ما الفرق بين الدال والذال؟ أن الذال يوجد عليه نقطة، نقطة، لكن الدال لا يوجد. إذا ميزنا بين الدال والذال. انتبهوا للشكل الثاني للذال. لاحظوا الصورة. من هذه؟ من هذه؟ نعم تالا. مذيعة. مذيعة. انتبهوا إلى كلمة مذيعة. أين جاء الذال في كلمة مذيعة؟ بيسان أين جاء الذال؟ بأول الكلمة أم وسط الكلمة أم آخر الكلمة؟ بوسط الكلمة. بوسط الكلمة. كيف جاء الذال في كلمة مذيعة؟ متصل. متصلاً. جاء متصلاً. رضا اقرأ الكلمة يا رضا. مذيعة. مذيعة. أين جاء الذال في كلمة مذيعة؟ جاء حرف الذال نعم
في أول الكلمة أم وسط الكلمة أم آخرها؟ في وسط الكلمة. في وسط الكلمة متصلاً أم منفصل؟ متصل. متصل، أحسنت يا بطل. تالا اقرأي الكلمة يا تالا. مذيعة. مذيعة. أي أين جاء الذال في كلمة مذيعة؟ في وسط الكلمة. وكيف جاء؟ متصلاً أم منفصلاً؟ متصلاً. متصلاً. أنظر اقرأي الكلمة. مذيعة. مذيعة. أين جاء الذال يا أنظر في كلمة مذيعة؟ في وسط الكلمة. متصلاً أم منفصلاً؟ متصلاً. متصلاً. بمن اتصل حرف الذال؟ بالحرف الذي قبله أم الحرف الذي بعده؟ تالا. بالحرف الذي قبله. بسات. بمن اتصل؟ بالحرف الذي قبله. ممتاز. إذن اتصل الذال بالحرف الذي قبله. هل يتصل الذال بالحرف الذي بعده؟ لا. تالا. لا. لا يتصل. رضا ما رأيك؟ لا. لا يتصل. إذا انتبهوا للشكل الثاني للذال، هو له يد ويشبه الذال تماما ولكن فوقه نقطة. رائعين. إذا ما الحرفين الذي تعرفنا عليهم اليوم؟ الدال والذال. حرفي الدال والذال. كم شكلا لحرف الدال؟ أنظر كم شكلا لحرف الدال؟ شكلان. وكم حرفا لشكل الذال يا رضا؟ شكلان. شكلان. إذا حرفي الدال والذال كل منهما لهما شكلان. بإثان كم شكلا لحرف الدال؟ شكلان. تعالى كم شكلا لحرف الذال؟ شكلان. شكلان. أحسنتما. الآن لنتعرف الدال والذال مع المدود، ولكن هيا لنغني أولا أغنية المدود، ما رأيكم؟ نعم. هل تذكرتم الأغنية؟ نعم. واحد اثنان. كل حرف طارق في جاء الجميل، بالآخر في إذانة جلله التشكيل، فتحة ضمة كسرة كل حرف من حروف الهجاء جميل، كل حرف من حروف الهجاء جميل، بالآخر في إذانة المدود. ألف واو يا أمي، كل حرف من حروف الهجاء، كل حرف من حروف الهجاء جميل. شكرا لكم. الآن لنتعرف إذن الحرف مع المدود القصيرة والمدود الطويلة. دال فتحة، مع الفتحة ماذا ألفظه؟ رضا. ذا. دال. الدال أولا. ذا. ذا. وإذا كانت ألفا؟ دا. أحسنت يا بطل. اقرأي يا بيسان المد. دا. أنظر. دا. 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 رائعين. الآن بيسان اقرأي الدال مع الضمة. دو. دو. أحسنتي. وإذا كانت واوا؟ دو. دو. أحسنتي. اقرأ أنظر. دو. دو. رضا اقرأ. دو. دو. تفضلي يا تالا. دو. دو. الآن تالا اقرأي الدال مع الكسرة. دي. دي. وإذا كانت ياء؟ دي. رائعة جدا. أنظر اقرأ مع دي. 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 رضا اقرأ. دي. دي. رائع جدا. إذا الدال مع المدود القصيرة والطويلة د. دا. دو. 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 دي. دي. الآن لنتعرف على الذال مع المدود القصيرة والطويلة. الذال والفتحة. بيسان اقرأي. ذا. ذا. إذا كانت ألفان؟ ذا. رائعة جدا. اقرأ يا رضا. ذا. ذا. أنظر. ذا. ذا. تالا. ذا. ذا. أنظر اقرأ الذال مع الضمة. زو. وإذا كانت واوا؟ زو. اقرأ يا تالا. زو. زو. تفضلي. زو. زو. رضا. زو. زو. ذي. أحسنت. وإذا كانت ياء؟ ذي. رائع. أنظر. زي. زي. تالا. زي. زي. سأقرأ الدال مع المدود القصيرة والطويلة. ذا. ذا. ذو. ذو.
ذي ذي. من يقرأها كاملتان؟ أنظر تفضل اقرأها. ذا ذا من الدال. لنبدأ بالدال. دا دا دو دو دي دي. أحسنت يا بطل. رضا. دا دا دو دو دي دي ذا دي المد الطويل. دي دي, دي. نعم. ذا ذا ذو ذو ذي ذي. سريع جدا يا رضا. جيد. بيسان اقرأي بتأني يا بيسان. تا تا دو دو بتأني ذي ذي. أحسنتي. ذا 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 ذو 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 ذي ذي. تعالى اقرأي. ذا ذا دو دو ذي ذي ذا ذا ذو ذو ذي ذي. أحسنتم. الآن لنفتح الكتاب على الصفحة 99. الآن انتبهوا إلى الصورتين. ما هذه في الصورة الأولى؟ رضا ما هذه؟ دراجة. دراجة. هل تحب ركوب الدراجة يا رضا؟ نعم. أين نركب الدراجة؟ في أي أماكن؟ هذا الطفل أين يركب الدراجة؟ في الحديقة. إذن نختار الأماكن الآمنة لركوب الدراجة ولا نركب الدراجة ونقودها في الشارع، لأن علينا أن نختار الأماكن الآمنة لركوب الدراجة. انتبهوا إلى كلمة دراجة. اقرأ الكلمة يا بيسان. دراجة. اقرأ الكلمة يا أنزور. دراجة. اقرأيها يا تالا. دراجة. الآن سوف أطلب منكم، لدينا مجموعة من الصور، سأطلب منكم أن تلونوا المربع الذي تحت الدراجة بلون، والذي الصور التي تحوي حرف الدال بلون، والصور التي تحوي حرف الدال بلون آخر. دراجة، أي حرف تحوي دراجة؟ أي حرف تحوي يا صغاري؟ تعالى، دراجة، أي حرف تحوي كلمة دراجة من الحروف التي تعرفنا عليها اليوم؟ دال. إذا ماذا سنلون المربع الذي تحت الدال؟ ماذا سنلونه؟ علينا أن نلون الدال بلون والذال بلون. ماذا تختارون لون؟ لونوا المربع الذي تحت كلمة دراجة باللون الأحمر. وأنتم أو الأزرق أو الأخضر، ولكن الأحرف الكلمات التي تحوي الدال بلون والكلمات التي تحوي الذال بلون آخر. لونوا. لون. في الصورة الثانية. الصورة الثانية. ما هذه؟ انا ما عندي مربع. ما هذه ما هذه لون تحته انظر. ما هذه؟ ما عندي مربع. حديقه. حديقه. احسنتي. ما حديقه؟ كلمه حديقه ماذا تحوي من حرف الذي مر معنا اليوم؟ حرف الدال ام الذال؟ دال. حرف الدال. احسنتي يا رضا. لونوا بنفس اللون. الآن لننتبه إلى الصور التالية. ما هذا؟ ما هذا؟ أنظر ما هذا؟ ذرة. ذرة. بيسان ما هذا؟ ذرة. في أي حرف تحوي كلمة ذرة من الحروف التي تعرفنا عليها اليوم بيسان؟ الذال. حرف الذال. إذن لونوا المربع الذي تحت كلمة ذرة بلون، ولكن انتبهوا غير اللون الذي لوننا فيه كلمات الدال. لون. لون. احسنت. السماء لون. لون تحت المربع اللي تحت. جيد جدا. الكلمة الثانية. ما هذا؟ ما اسم هذا الحيوان؟ تعالى. قنفذ. قنفذ. ما هذا رضا؟ قنفذ. قنفذ. ماذا يحمل القنفذ على ظهره؟ تعالى. أشواك. أحمله أشواكا، ولكن إنه حيوان لطيف. أي حرف يحوي كلمة قنفذ؟ أي حرف من الحروف التي مرت معنا اليوم بيسان؟ الذال. حرف الذال. لذلك لونوا نفس اللون. أحسنت يا أنزور. ممتاز. الآن سوف ننتقل إلى مهارة جديدة، وهي مهارة الكتابة. تعرفنا حرفي الدال والذال، والآن سنتعلم كيف نكتبه. في هناك طريقة لنرفع يدنا عن السطر ونكتب الدال بخط مائل
ثم على السطر. انتبهوا في الكتاب، هناك طريقة الكتابة، 1 2 خط مائل على السطر ثم نمشي. هيا لا، علينا أولا أن نلون الحرفين الفارغين. هيا لونوا ومع لفظ الحرف. لون لونتم. يلا لونوا. لون من الأعلى نبدأ. من الأعلى 1 2 من الأعلى نبدأ ونمشي على السطر. أحسنت يا خالة. يا مدرستي يا مدرستي. من يلفظ لي الحرفين؟ من يلفظ الحرفين تالا؟ دال. دال. صوته د. د. والحرف الثاني زال. صوته ذ. ذ. أحسنتي. رضا ألفظ صوت الحرفين اللي تعرفنا عليها اليوم أولا. د. ذ. د. أحسن. بيسا د. د. جيد. أنزور ألفظ الحرف د. 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 ذ. 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 طب ما اسمهما؟ من يعرف ما الاسم؟ دال وزال. حرفي الدال وزال. حرفه الدال وحرفه الزال. رضا الدال وحرفه الزال. نعم. الأنزور حرف الدال وحرفه الزال. الآن انتبهوا جيدا إلى هذه الصورة. ما هذه؟ ما هذه؟ نعم دجاجة. دجاجة. انتبهوا إلى كلمة دجاجة، هناك حرف ناقص في أول الكلمة. الفظ الكلمة يا بيسا. دجاجة. ما الحرف الناقص؟ الدال. حرف الدال. ضعوا أين نضع حرف الدال في كلمة دجاجة؟ رضا أين نضع؟ على السطر. على السطر، ولكن بأول كلمة أم وسط كلمة أم آخرها؟ أولها. أول الكلمة. اكتبوا حرف الدال بأول الكلمة لنضع حرف الدال في مكانه المناسب. جيد جدا. الآن بما أنكم تعرفنا على شكل الدال في أول كلمة، تفضلوا لننقسم إلى مجموعتين، هذه الورقة للمجموعة الأولى وهذه المجموعة الثانية، لنشكل حرف الدال والذال بالصلصال أو ما نسميه المعجون. شكلوا لي الدال بأول الكلمة. يلا. مجموعة الأولى مجموعة رضا وبيسان، والمجموعة الثانية مجموعة أنزور وتالا. تفضلوا هذه المعجون، شكلوا لي حرف الدال بأول الكلمة. تعاونوا وشكلوا كذلك الدال متصلة بوسط الكلمة. الحرف الدال بشكليه، شكلوا حرف الدال بشكليه. شكلوا حرف الدال بشكليه. نعم. لا، المجموعتين حرف الدال. تعاون. حاول أن يكون الخط مائلا قليلا. يا مدرستي يا مدرستي ما أحلى. هذا الدال. يا مدرستي يا مدرستي يا مدرستي ما أحلى في يا مدرستي. أقضي فيك كل الوقت مع إخواني مع أصحابي. أقضي فيك كل الوقت مع إخواني مع أصحابي. بين الدرس والألعاب. بين الدرس والألعاب. يا مدرستي هيا إذا شكلوا حرف الدال كذلك بشكلين. يا مدرستي. أطلع. يا مدرستي يا مدرستي ما أحلاك. يا مدرستي يا مدرستي يا مدرستي ما أحلاك. يا مدرستي. أقضي فيك كل الوقت مع إخواني مع أصحابي. أقضي فيك كل الوقت مع إخواني مع أصحابي. بين الدرس
جيد العمل على أدب وأحسن شكل. يا مدرستي يا مدرستي يا مدرستي. جيد جدا. يا أين النقطة يا أنصار؟ جيد جدا. عمل رائع. هل انتهيتم؟ نعم. ها المجموعة الأولى شكلي الدال والذال. هذا الدال منفصلا والدال متصل. الدال يا منفصلا والدال والذال منفصلا. عمل رائع. شكرا لكم. مجموعة رائعة انتم يا صغاري. اولا رسمتم الدال متصلا وبعدها الدال منفصل. الدال متصلا والدال منفصل. شكرا لاختياركم الالوان الرائعه والزاهيه وشكلتم تشكيل رائع. لننتقل اذا ونتابع في الكتاب. ما هذه الصوره الثانيه؟ ما هذا؟ وكذلك هناك حرف ناقص. رضا ما هذا؟ جدار. جدار. إنه جدار. بيسان ما هذا؟ جدار. أنزور ما هذا؟ جدار. ما الحرف الناقص هنا يا أنزور في كلمة جدار؟ افتح الكتاب. دال. حرف الدال. تالا ما الحرف الناقص في كلمة جدار؟ حرف الدال. كيف يأتي حرف الدال؟ أين جاء حرف الدال؟ بأول الكلمة أم وسط الكلمة أم آخرها؟ أين جاء بيسان؟ بوسط الكلمة. أحسنت يا حلوة، بوسط الكلمة. كيف جاء بيسان؟ متصلا أم منفصلا؟ متصلا. متصلا. هيا لنرسم الدال. اكتبوا الدال متصلا عند صورة الجدار. الدال متصلا. رائع يا رضا. أحسنت أنزل. لاحظوا الصورة التالية. ما هذه؟ تالا. ذبابة. ذبابة. ما هذه يا أنزور؟ ذبابة. 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 رضا ما هذه؟ ذبابة. أين جاء الذال في كلمة ذبابة؟ أين جاء الذال يا رضا؟ في أول كلمة. أول الكلمة متصلا أم منفصل؟ منفصل. منفصل لأن الذال لا يتصل بالحرف الذي بعده. هيا لنكتب الذال بأول الكلمة. عند كلمة ذبابة اكتبوا حرف الذال الناقص. نعم ممتاز. أحسنت يا أنزور. أحسنت يا بيسا. لننتقل إلى الصورة التالية. ما هذا؟ استمعوا إليه. ما هذا يا رضا؟ ما هذا؟ مذياع. مذياع. ما هذا يا بيسان؟ مذياع. أنزور؟ مذياع. تالا ما هذا؟ مذياع. مذياع. ما الحرف الناقص في كلمة مذياع؟ الذال. الذال. بأي شكل هنا هو ناقص؟ بأي شكل علينا أن نكتبه يا تالا؟ متصل. بأول الكلمة أم وسط الكلمة أم آخرها؟ في وسط الكلمة. بوسط الكلمة. متصلا أم منفصل؟ متصلا. بأي حرف متصل يا تالا؟ بالحرف الذي قبله. حرف الميم. هيا اكتبوا الحرف الذال متصلا. حسنت. خطك جميل رائع. حسنتم. شكرا لكم صغاري وشكرا لمتابعينا وللتربوية السورية. إلى اللقاء.